لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. قبل رقاد القديس مكاريوس الكبير بزمن قصير، خطب روبن جبل إريتريا مودعا قائلا لهم: يا أولادي الأحباء، كثيرة هي أمجاد القديسين، وسبيلنا أن نعرف تدبيرهم وعملهم، فلقد اقتنوا المسكنة وتواضع النفس وانصحاق القلب والجهاد في الصلاة ومحبة كل الناس وخوف الله. أما الجسد فرفضوا جميع شهواته. فروا من الخطيئة واصبروا إلى الموت في حفظ وصايا الرب. لا تقبلوا كسر أي وصية مهما كانت صغيرة، لأن كسر أي وصية صغيرة كانت أم كبيرة يغضب الله. لا يكون فيكم من يذكر الشر لأخيه، فإن القلب الذي يتفكر بالشر والبغضة لا يمكن أن يكون مسكنا لله. اقتنوا الحب بعضكم لبعض لتقتنوا لأنفسكم كل تدبير الفضائل الأخرى في رهبنتكم. النفس التي لا تقبل الوقيعة ولا تفكر في السوء على أحد، ولا تميل إلى حب الدرهم، ولا تميل إلى شهوات العالم، تستضيء كالشمس. أفعال السوء مدخل للعدو، والواجب أن نحفظ أنفسنا جدا لئلا نصير آنية للشيطان. آمين.